قد غيرت حياة بعض الشخصيات، وهذا حقيقة الموضوع طرحناه على الصفحة نعم الرسمية لقناة كربلاء الفضائية، وبالتأكيد مشاهدينا الأكارم وردت العديد من التعليقات حول هذا الموضوع. ولكن قبل لا نقرأ هذه التعليقات ونتعرف على آرائكم حول هذا الموضوع، أجرى لنا الزميل ماجد الأسدي مجموعة من الاستطلاعات حول ما هي العبادة التي غيرت حياتك. خلينا نتعرف على الآراء من ثم لنعود. أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: ما هي العبادة التي غيرت حياتك؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. النبي يقول: عجبت لمن يصلي صلاة الليل ويطلب رزقه. أذكر حادثة حدثت في النجف الأشرف عند أحد المراجع، كان ملازم له أحد الأشقياء في النجف الأشرف. هذا الرجل ما كان يصلي، لكن المرجع لما يجي المرجع يحترمه ويحمل وياه البضاعة مالته، المتاع أو الكتب، حتى أنه قالوا له: سماحة الشيخ، لما أنه تصاحب ذلك الرجل هذا المنحرف؟ قالهم: لا، هذا ان شاء الله عنده بذره طيبه، فعنده بذره. فقال يمشي وياه، هو اسمه كريم. قال له: كريم، انت خوش رجل، خوش انسان، اذي بك انت، يعني اذا اقول لك بشيء ما. قال له: شيخنا، قل لي، انا بخدمتك، اي واحد متعرض لك؟ لا. قال له: لا، اريدك الليله تصلي صلاه الليل. فايش قال له؟ قال له: عجيب شيخنا، انا الصلاه اليوميه ما جاي اصلي. قال له: لا، صلي صلاه الليل لعلك انه الله تعالى تجيب دعائك. فاللي تغير حياه الانسان صلاه الليل. هذا مشى كريم، فكر بالامر اللي هذا كان من اشقياء النجف. لما وصل الى بيته في جوف الليل اغتسل، قال: خلي انا انه ارتب هذه الصلاه واسمع كلام ذلك المرجع، لعل الله تعالى يراه بحالي، لانه تجي ساعه الانسان يتغير، من ساعه يتغير يعني جذريا. فهذا توجه الى الله، شاف اكو طعم، اكو لذه بصلاه الليل حقيقه. اكو طعم واكو لذه توجد بصلاه، لانه هذا الشق. تعرف الانسان اليوم من المحتمل انه مرتكب عده ذنوب، ولكن لما ارتكب هذه الذنوب لم يجد فيها طعم، لكن يقول: وجدت الطعم وحقيقه العباده بصلاه الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حقيقة يعني احنا من وجهة نظرنا اللي نشوف المجتمع، يعني نشوف تلاوة القرآن كثير غيرت حياة من الكثير من الناس. نلاحظ بهذه الفترة، نشوف اللي يلتزم تلاوة القرآن ويقرأ القرآن ويستشعر بالقرآن ويطبق آيات القرآن، نشوف حياته تتغير. نشوف انه نلاحظ انه يقوم يتعامل القرآن يسير بلحمه ودمه. أما أنا من وجهة نظري فأشوف الحديث القدسي اللي هو يقول بالنسبة للنوافل، اللي الإنسان إذا يلتزم بالنوافل حقيقة من بعد ما يلتزم بالواجبات، الصلوات الواجبات، أنا من وجهة نظري يعني حقيقة النوافل تغير من طبيعة الإنسان، لأن الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى: أنا اليد التي يبطش بها، والعين التي يبصر بها، والأذن التي يسمع بها. فالله سبحانه وتعالى يصير يعني خلينا نقول بتعبيرنا احنا هو بمكاننا، يصير احنا بعد كل تصرفاتنا هي متصله برب العالمين. فالنوافل يعني انصح كثير من الشباب يلتزمون بالنوافل من بعد ما يلتزمون بالصلاه الواجبه. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الانسان ونيته واخلاص لله عز وجل هي كفيله انه تخليه دائما على الخط اللي الله سبحانه وتعالى راد ان يكون يمشي عليه. يعني كل عباده تكون او كل عمل يكون باخلاص لله عز وجل هو كفيل بانه يوصلك للمكان اللي تريده، سواء الصلاه، الزكاه، الخمس، الصوم. يعني احنا نشوف مثلا مرات يمر علينا شهر رمضان وتكون به نقطة انطلاقة لك، يعني بعد شهر رمضان تحاول قدر الإمكان تحافظ على المكسب اللي أنت سويته الفترة. أعتقد يعني أنت يعني خط طريقك بالله عز وجل وحسن ظنك بالله عز وجل وإخلاصك بعبادتك هي الضمان الوحيدة اللي تخليك دائما
على الطريق اللي الله سبحانه وتعالى خلقك على موضوع. إلى هنا أحبتي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي وهذه عودة إلى الزميلات في الاستوديو.